بفقرة صحيح معلومتك لهذا الأسبوع رح نحكي عن تمارين السكوات والأخطاء الشائعة بممارستها، وبالتأكيد الطريقة الأنسب لممارستها مع الكابتن ناصر الشيخ. يعطيكم العافية. هلأ رح نحكي عن تمرين السكوات. تمرين السكوات زي ما أنتم عارفين اللي هو تمرين بهذا الشكل أو بسموه بالعربي اللي هي القرفصاء. هلأ هذا التمرين فيه كثير أخطاء شائعة من الناس. أولاً ممكن إنه الركب تتجه لقدام بالشكل هذا. هلأ راح نصحح ونعطي البيرفكت بيرفورمانس لهذا التمرين. أو مثلاً إنه تكون الركب وإحنا بننزل تدخل لجوه أكثر. فهذول الخطأين من أخطر الأخطاء اللي هي ممكن تكون في تمرين السكوات. تمرين الصح إنه لازم نوسع رجلينا أوسع من الحوض، نخليهم تقريباً على الأقل بمساحة اكتافنا، أمشاطنا شوي مفتوحة لبرا، البطن مسحوب لجوا، صدر مرفوع، الاكتاف لورا، سواء كان معنا وزن أو من غير ما في أي مشكلة. إيدينا نتخيل إنهم قدامنا، راح نصير نبدأ بالحركة بالحوض إنه ترجع لتحت لورا بهذا الشكل. راح ننزل بالحوض تقريبا بليفل أعلى شوي من مستوى الركبة عشان نضل بالسيف سايد. تمام، الركب لازم تكون بنفس اللاين تبع الأمشاط، والصدر ظل مرفوع والظهر مستقيم ونظرنا مستقيم للأمام. الآن لازم نحس بأنه وزننا ثابت على كعاب رجلينا عشان نعمل بوش ونحس بالعضلات الرئيسية اللي هي الكوادز والجلوتس. هلا هون لما نطلع لازم يكون في شوية ثني بضل بآخر الحركة، يعني ننزل تحت على شوي من مستوى الركبة، الركبة مفتوحة، صدر مرفوع، بوش للركبة تضلها شوي فيها ثني. يعطيكم العافية.